السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العراق، العراق وما أدراك ما العراق؟ عراق الخلافة العباسية، عراق العلم والعلماء، عراق أحمد بن حنبل، بغداد الرشيد، العراق الحزين الواقع الآن في قبضة الفرس المجوس. الحقيقة مهما تكلمت عن هذا البلد العظيم بالرغم من عدم زيارتي ليه وبكل أسف، إلا أنني لن أستطيع وصف محبتي بل عشقي له. والحقيقة علشان لا أعكر على حضراتكم صفو متابعتكم للحلقة، فهو سؤال هيكون حواليه مدار الحلقة، وهو: هل تتخلص العراق من ميليشيات إيران؟ فخلونا نبدأ الحلقة بسم الله. العراق وما أدراك ما العراق. بصراحة يا أخوانا أنا دايما بتجنب الكلام عن العراق، لأن كل ما افتكرها وأشوف أحوالها ووضعها دلوقتي وقارنه بتاريخها، سواء تاريخها القديم واللي قدمته للأمة الإسلامية من علماء في كافة المجالات، في الفقه والحديث واللغة والنحو والأدب والعلوم الإنسانية والطبيعية والطبية كلها اللي مازال العالم عايش في خيرها إلى الآن، الحقيقة بتحصل لي حالة من الحسرة الشديدة. ازاي دولة بالتاريخ ده وبالقوة دي وبالجمال ده نتفرج عليها وهي ممزقة إربا إربا، وكل حتة في فم كلب بينهش فيها زي ما هو عاوز. لذلك بيصعب عليا جدا اني اتكلم عنها، لاني مش قادر استوعب الدمار الهائل اللي اتعرضت ليه، ومش قادر انسى كمان ان كل ابناء جيلي والجيل السابق لينا شاف الخير ازاي من العراق وعلاقتها بمصر والمصريين. يمكن مفيش بيت في مصر من ابناء جيلي الا وليه ذكرى مع العراق، او كان في حد من ابنائه لحد التسعينات كان مسافر العراق وشغال هناك، وكانت العلاقة بين البلدين لو لسه فاكرين علاقة اخوة وترابط، بل كادت تحصل بينهم عملية اتحاد كدولة واحدة زي اللي حصل كده بين مصر وسوريا ايام الرئيس الاسبق جمال عبد الناصر الله يرحمه. العلاقة دي مش غريبة، فكل من مصر والعراق كانوا بيمثلوا اكبر حضارتين في العالم القديم، ولما جه الاسلام العظيم اصبحت كل دولة منهم حاضرة الامة الاسلامية وعاصمة للخلافة الاسلامية. منها انطلقت كل الفتوحات في الشرق حتى بلاد ما وراء النهر، انطلاقا من ارض العراق ومن الغرب حتى فتح الاندلس انطلاقا من ارض مصر. فبالتالي كانت الدولتين مركزين للحضارة القديمة وكذلك مركزين للحضارة الإسلامية، وما زالت أثار الحكاية دي موجودة إلى اليوم بالمناسبة، لكن دوام الحال من المحال. العراق يا أخوانا بتعيش الآن أسوأ فترات تاريخها، وبدأت الانحدار التدريجي من بداية التسعينيات ووصلت للذروة بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 بحجة طبعا حفظ الأمن في المنطقة والبحث عن الأسلحة النووية اللي ملهاش أثر في العراق لحد الآن، واللي تبين أن الفكرة كانت مبنية على أساس كاذب من أجل الاستيلاء على هذا البلد بحضارته وتاريخه. في الأثناء دي اتبخر الجيش العراقي فجأة وتم تسريح أفراده بعد فترة سودة في تاريخ أقوى حضارات العالم، وبعدها ظهرت غربان الخرابات خاصة من دولة إيران اللي بتتحين الفرصة من أيام حرب الخليج الأولى للاستيلاء هي كمان على العراق كلها، أو على الأقل تستولى على جزء منها أو تاخد لها جزء من الكعكة زي ما بيقولوا. وبالفعل اتمكنت إيران من غرس مخالبها في قلب العراق بمساعدة الأمريكان، خاصة بعد ظهور التنظيمات الإرهابية هناك واللي بدأت مبكرا حتى قبل ما يعرف بثورات الخريف العربي. وكانت العراق وقعت في حالة من الفوضى بعد تسريح الجيش اللي كان يعتبر واحد من أقوى الجيوش العربية بل والعالمية أيضا، وظهرت مكانة الميليشيات إضافة طبعا لظهور خلايا تابعة لتنظيم القاعدة اتخذوا من العراق في الوضع بتاعها في وضع الفوضى منطلق للانطلاق وبداية لتأسيس أكبر جماعة مسلحة، وهي جماعة ما تسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق اللي تحولت بعد كده في عام 2014 لتنظيم داعش الإرهابي اللي خد من أرض العراق في محافظة صلاح الدين تحديدا مركز للانطلاق في كل دول العالم خاصة
الأراضي السورية اللي قدر هذا التنظيم يستولي على أجزاء واسعة منها. الموضوع ده أغرى الإيرانيين والموالين لهم في العراق، واللي بدأوا يشموا نفسهم ويعلنوا عن وجودهم وبدأوا يمارسوا دورهم الإجرامي داخل المجتمع العراقي علشان يعملوا ميليشيات مسلحة مختلفة الأشكال والألوان، لكنها كلها تسقى بماء واحد، وهو ماء الشيعة والمجوس المشبع بالكراهية لكل ما هو سني على أرض العراق، علشان بعد كده تظهر الميليشيات الإيرانية في العراق وتحل محل الجيش العراقي النظامي للأسف الشديد. وده حال أي دولة تقع في فخ الفوضى، بتلاقي جيشها خلاص انتهى وبتحل محله الميليشيات. أول شيء بيضيع فيها طبعا هو الجيش اللي هو الهدف الأساسي لكل الجماعات الإرهابية، زي ما بنشوف مثلا جماعة الإخوان وهي شغالة دايما تسب وتشتم وتقلل من قيمة الجيوش العربية والإسلامية علشان تكره الشعوب فيها، علشان يسهل لها بعد كده اللعب في الخفاء وفي العلن لتنفيذ مخططاتها الشيطانية زي ما حصل كده في العراق وسوريا وليبيا واليمن. الأمر زاد عن حده في العراق، الدولة اللي وصلت للقاع خلال 20 سنة اللي فاتت، واللي يبدو انها بدأت تفوق وتحاول تطلع من اللي هي فيه بواسطة بعض المخلصين، وبدأنا نسمع بقى أخبار إلى حد ما كويسة من هناك. لكن تبقى أكبر أزمة هناك اللي هي أزمة الميليشيات المسلحة الشيعية المولية لإيران، اللي يبدو أن الأيام اللي جاية هتكون صعبة على العراق بسبب محاولات التخلص من الميليشيات دي اللي توغلت وتغولت في كل مفاصل الدولة العراقية. النهاردة وقبل الفجر مباشرة حصلت مشكلة كبيرة هناك، ويبدو انها هتكون بداية للتخلص من هيمنة الميليشيات الايرانية لصالح الجيش العراقي الموحد. حصلت اشتباكات كبيرة في مدينة بغداد اللي الايرانيين والشيعة اتباعهم في العراق اصبحوا بيعتبروها جزء من ايران منفصل عن العراق. وسائل الاعلام العراقية قالت ان مجموعات من الجيش العراقي اشتبكت مع كتائب جند الامام الشيعية، ودي واحدة من الفصائل التابعة لهيئة الحشد الشعبي اللي بيرأسها وزير العمل أحمد الأسدي. الموضوع تطور هناك من مجرد شجار عادي لإطلاق نار من قبيل أحد عناصر كتائب جند الإمام ضد الجيش العراقي، فاتدخلت قوة من الطرفين ووسعت الاشتباكات بينهم وتم اعتقال مجموعة من الطرفين. ومن الواضح إن الحكاية دي هتكون بداية لمرحلة جديدة في العراق. نسأل الله أن تكون بداية خير على هذا البلد الطيب، وأن يعيده لحضن أمته منتصرا على هؤلاء الفرس المجوس. سامحوني يا أخواننا، الحقيقة يعني أنا نفسيا مش كويس خالص وأنا بتكلم عن هذا البلد اللي ليه في قلبي محبة ومعزة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بالرغم من عدم زيارة ليه زي ما قلت لحضراتكم، لكن تبقى هذه المحبة، وإن شاء الله يعود العراق كما كان ونسعد جميعا بزيارته. ربنا يحفظ بلادنا كلها من كل شر ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.